مشاهدينا الكرام، لمناقشة تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية معنا من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي الأستاذ فاروق الراوي. دكتور فاروق، أهلا بكم. بداية، تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني، ما دلالاته الميدانية والزمنية أيضا؟ بالحقيقة إذا نرجع إلى الوراء، من أعطى القوة إلى الحرس الثوري في العراق وفي سوريا وفي لبنان؟ لو رجعنا إلى الخلف لوجدنا أنه أمريكا هي وراء قوة هذه المنظمة. من سهل عملية دخولها إلى العراق بعد 2003؟ سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وللميليشيات التابعة لإيران التوغل في كل أنحاء العراق، وما زالت هذه الميليشيات تحظى بدعم الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أعتقد أن نعم. تفضل. تفضل تفضل. هناك حديث عن أن الولايات المتحدة أحيانا وإن أدرجت بعض المنظمات الكيانات الأشخاص على لوائح الإرهاب بالنسبة لها، لكن قد لا تكون فعالة، قد لا تكون عاملة. هو هذا المجال الإعلامي الآن أو الصدى الإعلامي أو التحرك الإعلامي هو أقوى من ما يحصل على أرض الواقع. على أرض الواقع لم نشهد أي تحرك أمريكي لتحجيم الدور الإيراني في العراق. العراق كما نعلم أنه قبل 2003 لم يكن لإيران أي قوة ولا أي تحرك، ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة بكاملها. القوة الإيرانية والحرس الثوري استقوى بعد احتلال العراق، بعد غزو العراق، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة الأولى عن التغلغل الإيراني في العراق وفي المنطقة بالكامل. لم نشهد لحد هذه اللحظة توجه حقيقي أمريكي لتحسين الدور الإيراني في العراق وفي المنطقة. دكتور فاروق، هل يمكن ربط الموضوع بقضية تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وحديث أيضا عن أنه كنوع من إعلان الحرب على إيران والعقوبات وغيرها؟ هل هو نوع من أنواع مراضات العرب، خاصة فيما يتحدث البعض عن تصنيف دول عربية وطبعا تصنيف معلن عن إيران دولة إرهابية؟ الولايات المتحدة الأمريكية كلنا نذكر قبل احتلال العراق وقبل غزو العراق كانت تصنف إيران أنها من ضمن محور الشر. ولكن الذي حدث أنه تم الغزو، غزو العراق، وتم فتح الحدود أمام إيران، وتم تسليم السلطة إلى الميليشيات وإلى الأحزاب السياسية التابعة إلى إيران واللي تعلن ولائها الكامل إلى إيران. عندما يعلن هادي العامري أنه هو جندي تحت ولاية تحت الولي الفقيه، ونفس الشيء بالنسبة لإبراهيم الجعفري وإلى المالكي وعادل عبد المهدي، كل هذه الأحزاب هي ولائها لإيران محسوم وهي مدعومة أمريكيا. دكتور فاروق، ماذا إن كانت هذه التهديدات حقيقية، كيف تتوقع ردة الفعل الإيرانية؟ أنا أتمنى أن تكون هناك، أتمنى كعراقي، أتمنى أن يتم تحجيم الدور الإيراني في المنطقة وأن يتم ضرب إيران، لأنه من قوى إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعرف أن قاسم سليماني كان يتجول في العراق وكأن العراق هي أرضه، والطائرات الأمريكية كانت في الجو والميليشيات الإيرانية على الأرض خلال أيام، ما زال بعد تحرير الموصل، ما يسمى بتحرير الموصل، ما زالت الميليشيات موجودة رغم مرور أكثر من سنة ونصف على ما يسمى بتحرير الموصل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا زالت الميليشيات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران تحظى بالدعم من الحكومة الأمريكية، من الحكومة العراقية المدعومة أمريكيا. دكتور فاروق، لكن إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر أخرى، يرى البعض أن الاقتصاد الإيراني الآن خاصة وهو كما نشاهد يسقط شيئا فشيئا والعملة تنهار، هذا الموضوع يناقض موضوع أن هناك علاقات أمريكية إيرانية قوية، لأن كل تصريح أمريكي يخرج يهاجم إيران يسقط العملة الإيرانية أكثر. إذن كيف يمكن أن يكونوا أصدقاء
أو أحبة أو ما إلى ذلك، وهم يؤذون إيران باقتصادها. الحقيقة أن هناك فرق ما بين سياسة ترامب وسياسة أوباما. أوباما خلال 8 سنوات فتح الأبواب على مصراعيها لإيران للتحرك ضمن العراق، واستحوذت على كل مكامن الاقتصاد العراقي، وأصبحت تتصرف بالعراق وكأنه ولاية تابعة إلى إيران. لكن بعد مجيء ترامب نعم هناك حصل بعض التغيير، بعض السياسات، توجه السياسة الأمريكية أصبح يختلف عما كان عليه أيام أوباما، ولذلك الحصار اللي يفرض على إيران وعلى المنتج على الإنتاج البترول وعلى هذا كله يدعم التوجهات الأمريكية لتحطيم إيران داخليا. ولكن على صعيد الخارج لحد الآن لم نرى أي تحطيم للميليشيات، سواء كانت الحوثي في اليمن أو حزب الله في لبنان أو الميليشيات الموجودة في العراق، واللي هي تعلن دائما أنه هي ولاء إلى إيران أقوى من ولائها لأي جهة أخرى. طيب دكتور، العراق دائما يدخل في الحرج عندما تحدث هكذا أمور، تخرج تصريحات أمريكية تهاجم إيران والعكس، فتدخل السلطة الموجودة في العراق بحرج نتيجة هذه التصريحات. كيف تتوقع أن يكون انعكاس ما تتنابز به الولايات المتحدة وإيران بينهما على العراق؟ عندما يكون توجه أمريكي حقيقي لتحطيم الدور الإيراني في العراق، ستجد كل هذه القوى تتراجع وتخضع إلى الإرادة الأمريكية بدون استثناء. وشاهدنا أيام سقوط الموصل بأيدي داعش، شاهدنا كيف أنه لجأت كل هذه التنظيمات، ما يسمى منها تنظيمات سواء إسلامية أو غير إسلامية تابعة إلى إيران أو غير تابعة إلى إيران، خضعت للتحالف الأمريكي وكانت تحظى بدعم الطيران الأمريكي. ولكن عندما يكون هناك توجه أمريكي حقيقي لتحجيم الميليشيات والدور الإيراني في العراق، ستجد الأمور تتغير بشكل كبير جدا. الدكتور فاروق الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من أثينا، شكرا لك.